عايزين نعرف من حضرتك كان ايه السبب اصلا اللي ممكن يوصل السوشيال ميديا دلوقتي انها تتاثر بالشكل ده؟ هل فعلا بيحصل هاكينج على الابلكيشنز دي ولا لا؟ الهاكينج ما بيبطلش طبعا على اي ابلكيشن، يعني يشوفوا ثغرات عشان يدخلوا منها، لكن السوشيال ميديا ما تتاثرش بالساعات الطويله ديت، يعني ده مش خطا بسيط علشان هم تداركوه، لا ده هو دي حاجه كانت الشركه نفسها بتعملها، يعني كانت بتعمل حاجه في الاب نفسه، في الفيسبوك نفسه، في السيرفرز اوكي بالزبط. يعني هم اللي كانوا بيعملوا كده طبعا، ما كانش في طفل صيني دخل وعمل هاكينج ولا الكلام ده. لا هو ابسط يعني تعبير اتقال انه حد شد الفيشه، يعني هو كان شغال بس ايوه لا مش هاك اللي بيعمل كده طبعا، ما حصلش هاك، ما حصلش اختراق. حتى الاختراقات اللي بتحصل دي تبقى لحظيه، الناس مش بتاخد بالها زي ما حضرتك قلتي، يعني ممكن يبقى 3 4 دقائق سيرفر يقف ويقوم يشتغل تاني. وسيرفرات الشركات دي منتشره حول العالم، يعني هو مش سيرفر في مكان واحد يعطل الدنيا دي كلها طبعا، فده كان مقصود. طيب.